مشكلتي هالمحبوب ما عم يرضى وقلبي أبد لليوم ما قعد حظه مشكلتي هالمحبوب ما عم يرضى وقلبي أبد لليوم ما قعد حظه كل يوم أقول اليوم يطلع خسارة واركض ركض تعبان بس ما كوتشان كل يوم أقول اليوم يطلع خسارة واركض ركض تعبان بس ما كوتشان حب أعترف بالروح حب ما هو موصول خلاني عشت وياه بالحيرة والخوف حب أعترف بالروح حب ما هو موصول خلاني عشت وياه بالحيرة والخوف كل يوم أقول اليوم وأفرح وأشجع مو بيدي يا هالناس لو أنا تبع كل يوم أقول اليوم وأفرح وأشجع مو بيدي يا هالناس لو أنا تبع حبها قدر مكتوب بس كل شي ضدي عند أصدقاء هواي بس حزني وحدي حبها قدر مكتوب بس كل شي ضدي عند أصدقاء هواي بس حزني وحدي ما ريد أضل مخدوع والبرج فاشل وعمل لجل محبوب ما عني سائل ما أريد أضل مخدوع والبرج فاشل وعمل لجل محبوب ما عني سائل لا صح عليك تحكي رغم الملامة لعيونك آمن الليل ما اقدر انام لا صح عليك تحكي رغم الملامة لعيونك آمن الليل ما اقدر انام اعرف وفاء قلبي واعرف حنان بالقلب يا المحبوب ثابت مكان اعرف وفاء قلبي واعرف حنان سبحان الله يا جماعة بعرضي ابن حلال شلون جابوا لي قبل ما نصبوه ضد الزنجار استاخذ لك قاب صبوه زنجار شنو انت تبقى زعطوط تانكي مال ميعاني يلا شمال مراضي مو صوتك صوتي اني على بالي ابد ما جام فرقاك تلفين العمر قضيته وياك على غفلة فارقنا ما دام دقيقة عيني بتهوفن شنو شفتنا متشارية وشلبت النب على بالي سعاد قول بالك تفضل سيدي على الدعوة ها كاملة؟ نعم سيدي شكرا سيدي. مساء الخير مساء النور خير حضرة الضابط خير ها سموري نعم ام صقبان مشتكي عليك تقول اجا وهددني والله مددته ايه والله مددته والله العظيم انا ما مددته والله ما مددته ولا اوصل يمه ها كذابه 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 عمي حرة الضرب كذابه؟ ايه انت هالايام مو تتردد على الاسواق المركزيه؟ حضرة الضابط يعني ممنوع واحد يشتري من السوق المركزي؟ لا ما ممنوع بس ابنك رايح للاسواق المركزيه ومهددها لام صقبان بسيط زين هسه الحل شنو؟ الحال يكتب لي تعهد بأنه ما يروح لمصقبان وما يتوعد لها ولا يتهدد حضرة الضابط ترى هذه مبينة دعوة كيدية أخوي أبو سمير إحنا ما نقدر نمنع الناس من تجي وتشتكي المهم هي دا تقول إجا وهددني
توقع لو لا؟ اي وقع اخوي، اي وقع. ها؟ وقع. اوقع اي. تعال وقع. اكتب تعهد. اوقع. اكتب ايه؟ اكتب تعهد ووقع. اوقع. يلا. اني. اني. الموقع عدنان سمير عبد الكريم مو؟ اي نعم. سمير عبد الكريم الملقب سمير ددو. ددو؟ اي سيدي. أتعهد بعدم التعرض إلى المدعوة أم صقبان. وقع واكتب التاريخ. يابا اليوم قبل باكر. هسه ما تقول لي هذا وين صار سمير؟ هسه بعد وقت، انت ما تقول ايش خبلتنا بعد وقت. اقعد اقعد. ابن الحلال بذشرة باع شونه عبالك شفت مال طابقير معه. اخر واني انا ام صقبان تشتكي عليه وتودي المركز؟ لوش؟ دعت بالمركز عليه على اساس انا متعرض له. اي وانت شو وداك الاسواق المركزيه؟ شغله. شغلت ايش؟ واني كنت متواعد هناك ويا هذا الحكي. اشوف من سالتك ما قبلت تجاوب. وجنابك متى تواعد غير بالاسواق المركزيه؟ الناس ملتهيه بالتمن والطحين وانت ملتهي لي بالمواعين. وين اروح؟ تقول وين اروح؟ وين اروح اتواعد بالسكك؟ وين اروح؟ يعني الا بالزوره يلا الموعد يصير صحيح. هسه شلون ايش راح نسوي يا مصقبان؟ ما ادري. ولا يهمك. ودعتك لا اخليها تمشي وتتلفت وراها سهله. لا صبوح لا اخذت عليه تعهد بالمركز. ولا يهمك. هاني عندك يا سعد. نعم. إلي بسيفي. أقاطع وبعد ما أشوفها هواي أحسن. أي أحسن ما أطول القضية وهي بعدها بالبداية. بس حجبها تقدرين يا مفيدة. ليش لا؟ ما أحسن ما أتعلق بي. بس ترى سمير خوش ولد ورغم ظروفه التعبانة هو يحبني وصادق وياي. أترك هواي أحسن. إذا سأل معناته يحبني، وإذا ما سأل معناته إلا قصد واحد بس يريد يقضي وقت براسي ويتسلى براسي. وما أتصور مفيدة أنت تقبليني بهيجي وضع. وأشوف إيش عندها يوميا مجنجر الولد للمراكز. وأخاف تسوي لنا طلابة وإحنا ما عندنا حيل المشاكل. تقبل يوميا تصول وتجول بكيفها هاي المرة؟ والله أنا أقول تركيها أحسن. لا أقدر أروح أشوف شنو قصدها من هذا اللي سوته. كيفك؟ هم أنت؟ مرحبا مع عدنان. مرحبا. أشو البارحة شكل واليوم شكل؟ وين القفلة الحلوة؟ مع عدنان يا بيه الرجال بفعلها مو بقفلتها. والله تفضل استريحي. استريح. هي استريحي. حلوة استريح. ضحكت أم ضحكت يا عدنان؟ شلون يعني أبقى هيك أني أبقى موت بحسرتي؟ أتزوجك أتزوجك أشلعك لو عرقك من توث. ايش عنده يوميا رايح جاي لهنا؟ شنو فيلمه؟ اسمع يا ولد. ايه انت تعال تعال. خير هذا شيء؟ قل لي انت ايش عندك يوميا رايح جاي لهنا؟ شنو قصتك؟ شنو فيلمك؟ ليش ممنوع المرور منا؟ لا عيني مو ممنوع المرور منا. لا بس اشو يوم تجي تشتري بضاعة. ايه؟ يوم توعد لك بنية بالمنتزه، شنو القصة؟ انت يا مالتي شنو مراقبتني؟ ماكو شيء تسوي انا ما اعرفه. ليش؟ ارد اشوف ميك شنو؟ وش شفتي؟ شفتك كلك على بعضك مو راحة.
صقبان ودعته الصقبان. تحبني ما تحبني، تحبني ما تحبني، تحبني ما تحبني، تحبني ما تحبني، ما تحبني ما تحبني، تحبني ما تحبني، تحبني ما تحبني تموت علي. آخ مفيدة، وين صرتي؟ وين صرتي؟ تأخرت علي هواي. والله دوختيني، ما تقولي لي ايش بيش تلوبيني من الصبح لي هالسين. ماما ماكو شي، انت ايش بيك؟ بعد اذا ماكو شي قعدي. ما اردي اقعد. اكيد اكيد انت حسبتك مو خاليه. لا ماما لا، بس اكو قضيه فعلا مدوختني. شن هي يا ستار؟ ماما خلي اتاكد من عندها بعدين انا اقول لك. حرام حرام اذا افتهمت شي. برجهار خسرتها للباشا ابو سعود. تدلل ابو سمير. بالعافيه. عليكم اهلا بعيوني. هلا ابو شهاب الولد. تفضل عيوني تفضل. تفضل اشتريها. هلا اخوي. هلا بك عين ابو سعود. تفضل يا ابو تفضل. اهلا وسهلا. الف هلا عيوني. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. ان شاء الله زين. الله بالخير. الله بالخير. الله بالخير اخواتي. قول عيوني قول ابو شهاب. سمير الله يخليك. ابو سمير جايك بشغله. تدلل في دول عينك. اريد شقه. بس شقه شنو يعني من ايدك؟ مو تديك الشقه مال العمار. وعيونك لا، انا اذا الشغله ما اضبطها فلا ادخل بيها. الله يسلمك. طبعا الله يسلمك ابو سمير. قل لي ابو شهاب ايش قد امكان ايدك؟ ابو سمير 30 40 30. اكو اي اكو، بس انت بصراحه يعني العماره مو هيكل. ابو سمير في دول عينك يعني انا اريده يمشي امور الى الله يفرجها. صار. قول لي ابو شهاب انت عندك سياره؟ لا ليش؟ الشقه بعيده؟ لا لا مو بعيده يعني حسبت 5 دقائق. نمشي نمشي نمشي. تتدلل عيوني. تفضل تفضل قدامي. ابو سعود من رخصتك عيوني تقعد لي هنا ودير بالك على المكتب. اخاف احد يتصل. هلا 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 ورده. هلا ابو سمير. له لون ولون، له لون ولون، شوف بحالي سوى. له لون ولون، شوف بحالي سوى. معزلين خي والحب مو جاهزين. لا ايش عندك خي؟ تفضل. والله عندي عبيدك يريد الزواج. ها صدق شذيبي تقول من الاول يا عيني. ما هلا مبروك موفق ان شاء الله. هلا يتربى بعزك بجان النبي. استريح 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 اشرب قطره. شاي العفو. جيب لنا شاي بابا شاي. تسلم تسلم. الله بالخير. الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا. الله بالخير والله. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. والله احنا نكيف بالافراح للعالم. يودعتك. تسلم. وفرقتنا طبعا يعني غنيه عن التعريف. فرقه على مستوى عال. طبعا كلهم يعني يعني اختصاص بالموسيقى. مو عبالك من ذول العربنشيه وكل منكم اجله رطا رطا. هاي ما عندنا شغله بيها. ودعتك احنا سمعنا عنكم يعني ان شاء الله تعجبك. اشكرك اشكرك. احنا وين الحفله بيا مكان؟ والله بالعبيدي. ها قريب منطقه العبيدي يم خان بني سعاد. بالضبط. اي ذاك اليوم طلعنا حفله هناك. ولد ابو معمل طابوق. اي والله تزوج جيران. اي بس ما ندري المره الثالثه. وهدن علينا النسوان وبالطابوق. اي مكانك غالي. دعتك والله استاذ حفله تقبل. استاذ احنا عندنا اهم شيء سعر. على بختك. سعر شنو؟ انا احنا ترى مو فرقه يعني هم همنا الفلوس. همنا تقديم الجانب الفني المضبوط. بالعشاء محضرين له. اخبر لك ابو مطعم صديقي. العشاء يمي يسلمك. يمي. والله مبين عليك يمي يمي. ابن اصول كلك اصول. اي والله. بس دزلنا السياره لهنا. اني الخميس اي العصر ادزلكم البيك اب. شلون استاذ؟ ادزلك البيك اب الخميس العصر. البيك اب؟ شنو احنا طليات؟ وين رايح؟
مفيدة؟ توقعتك ما راح تجي. شلون ما اجي؟ ثاني قلت خلي اجربك واشوفك. تجربيني؟ انا محتاج تجربة؟ لعد من عرفتني ذاك اليوم مشيت شو اقول؟ مو جيت واعتذرت منك؟ قاعدين؟ لا ما اقدر اتاخر، ايش كم دقيقة واروح. سمير؟ ها؟ صدق انت شنو اخبارك؟ اخباري لوز، لوز يا لوز. يعني شنو؟ الخميس اول يوم بالشغلة راح يصير. لا شغلة؟ فرقة موسيقية وأنا المطرب. يعني مطرب يعني تعرف تغني من صدوق و طب على عاد من كذب؟ ها زين، وهاي الشغلة منو جابك إياها؟ أنا ما رحت لها، هي جتني. ها العفو، زين يعني شنو؟ مفيدة. يعني شو تصير؟ اللي عرفت مو بس يصير مطرب، يصير شاعر، يصير فنان، يصير حساس، يصير حداد، يصير ددو. شو يصير؟ ددو. كافي، أنا ما أتحمل هالحكي هذا، كافي عاد. ليش؟ أنا عندي موضوع مهم وأريد أحكي وياك فيه. بس لا، نفس الموضوع اللي عرفتش من وراه. هاي شبيك سمير، اسمعني. بصراحة أمي بدأت تلاحظ علي هواية أشياء، وأني يعني شو تلاحظ؟ يعني بدأت تسألني وما تعرف أجاوبها، يعني تتغشم نفسك؟ قولي لها أحب واحد اسمه سمير. يمه حس أمي تذبحني. قولي لها أعرف واحد اسمه سمير. وبعدين؟ هاي هي شنو؟ شوف بديت تهرب من الموضوع نفسه. لا مفيدة، لا تعرفين أنت شقد عزيزة علي حبيبتي، وأنا عنك ما أقدر أستغني دقيقة واحدة. والنتيجة سمير، النتيجة شنو؟ مفيدة، النتيجة متوقفة على ظروفي. من تتحسن قبل على أمك عدل واحكي وياها. وإذا ما تحسنت؟ إذا ما تحسنت احكي ويا روحي. ويا روحك؟ ولك مو طقت روحي من وراك. بقرب ويزيد حنيني إليه، وعلو طار راح من إيديه. بقرب ويزيد. شلون إبداعتي؟ تخبل فجا مني. لا تخبل. الله، هلا بصباح الأطرش. الله، أحلى لقب سمعته بحياتي. هلا بأبو سعود. شلون هسه؟ قدوخ. وين صار؟ لازم يتأخر يا أخي. ليش يتأخر؟ يا أخي كم مرة أفهمك بهاي المسألة؟ الواحد حتى يبين نفسه محترم وبرستيج إذا اندعى بالعشرة لازم يروح بالوحدة، يشتري العالم حتى يقولون هذا مهم، فما يقولون بن تشرشي وبس يفتر. هاي يابا لا بدعتي. عدل صباح، أي خالف خليه تنق على العالم، بس مو علينا. لا مش عدة، احنا خلينا نسوي مطرب كبير، خليه حلق بالهواء، بعدين احنا نطبه مرة. شكرا صبوحي. لسي لا صلى لسي لسي دقيقة يا مدني، بدك احكي مو اني شغلة سمير هاي ما خاش بمخي. لا تدق ابن الحلال بذكرك. شوف عباك زنبلك ماكو ايش تمرين من الصبح. مطرب كفري خبر معك. دجيتوا عاد بيك هم لك معب عليك. شنو بيكم؟ شنو صخول احنا؟ شنو بيكم بابا؟ مطربين وفنانين قول دزيتوا على السيارة، على العجلة، على الآلية، شبيك انت؟ اسف اني هاي دزيتوا على بيكم. اي صار ساعة هنا. اعوذ بالله. لعدش منتظرين. يلا منتظرين خير. انا جاهز. هلا انت مختاري يا حلوة يا زينة، يا بنت من جواك ميلة. انت مختاري يا حلوة يا زينة. ايها الاخوة استريحوا، رحم الله والديكم. لحد ننتهز فرصة اقامة هذا الحفل الكبير، ساعدني من أجل الذي سنقدم من خلاله مطرب الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح ودائرة الآثار وقسم المجاري في النعرية
المطرب سمير سعيد. ولا جنك هذاك انت، 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 ولا جنك هذاك انت. وخذنا ما اقدر، ما اقدر اترك بهالوضعيه، كل يوم لازم له شغله تعبانه. مو كان يشتغل بالشركه هو مرتاح واحنا مرتاح. مو صوتهم مسمير، مو صوتهم، صوت ابننا. بالاول يقول شنو يابا، يغارون مني، يخافون مني لان انا اذكى منهم. ابو سمير ترى سمير مو غبي. أنا ما قلت غبي، ما قلت غبي، بس ابني وعرفه، ابني مو بذاك الذكاء الخارق. زين، إيش راح تسوي؟ اسمع ذا أقول لك، ترى إذا أنت ما تساعديني ما راح يصير براس أحد. شنو اللي أسوي؟ اقول لك شي مو مفيده، اشوفك تلوبي، اكو حكايه بقلبك تريدين تقوليها بس انت خايفه. اي بس شلون عرفتي ماما؟ بنتي بنتي وقراك قرايه. احكي لي يوم وشك ماما. انا كلش خايفه. انا اعرف انت خايفه، احكي لي يعني ما تبسطيني. لا ليش؟ ما اعرف شلون ابدي يعني. امني اما تريدين تبدين ابدي، المهم تحكي لي يوم. سمعي يوم، تذكرين هذا الولد اللي من ضاع جزدان ماتي بالباص وجاب لي اياه البيت سمير؟ اي اتذكر. شبيه حقيقة ماما، هذا الولد صار بيني وبينه فد شيء. ما يمه وجه، ما يمه وجه، على العزات مفيدة. وانت يا ولد حجبني الكتل، ما يجري يا بابا وتجري يا وجه يوم تركيني هاي. شبيك انت شبيك؟ وليش مفيدة، وليش مفيدة، احجيني وليش احجيني صار يمه وجه على العزات مفيدة. على العزات ماما يعني مو مثل ما تصوري. ايه؟ انتي الشيء اللي صار بيني وبينك، ايه؟ صار يعني سلام، ايه؟ اهتمام، ايه؟ صباح ومساء، ايه؟ وإعجاب، ويعني يعني قصدي ماما أنا ما أقدر أضم عليك أي شيء، لازم أقول لك بالصغيرة وبالكبيرة. قولي لي الزبدة شنو ماما؟ يعني هذا الولد، هذا الولد في الإنسان حباب ولطيف وشفاف ويحافظ علي كل شهواية. يعني يوم تتلاقون؟ اي ماما احنا نتلاقى يوميا في منتزه مقابل الاسواق. لا لا اقول ليش بنت الثوله قامت تتاخر لما تروح للاسواق. ماما هاي شبيك مو اهلي، ما اريدك تتفاجئين بالموضوع. يمه ولا تحكي لي، قولي لي هذا الولد ما فكر يدخل من الباب ويجي يتقدم يمه. اي ماما يعني حتما هاي الفكره بباله، لكن ينتظر ان يكون مقتدر حتى يتقدم لي بشكل اصولي. حيله حيله، قرت عينك عيني مفيده، قرت عينك حيله، جايبت لي واحد حافي مفيده. لا ماما الله يخليك، هو الولد بادر شاب وقدامه مستقبله. قولي لي النتيجه شلون؟ ولك ولك شوفي شوفي هذا الولد يجي هنا انا او يقعد قبالي واني لازم اذبحها على قبله.
تذبحين من يا أمه؟ خطاف خطا هلا هلا بذيب شلوى خطافي القلوب طبعكم عدنان طبعك شكو عليك بالباكيت بعرضي صبوحي عيون صبوحي سوي لي شعره شو اسوي لك شعره ما تفهمنيش بيك انت شو خبصي انا اريد اتقدم واتزوج هلم عدنان يا ابا بعرضي احسن اختيار يعني مره تمام انت ممكن مليونيره يقول لي مليونيره لك بابا يعد حوالي 10000 مليون صدق كذي خلاص طبعا خلاص اذا مال وجمال اي بس اعطيني مجال في يومين ثلاثه خل اقلبها للسالفه بابا لازم اشغل مخي واوصل لها مني خلاص صحوي بس انا شويه يعني شويه مستعجل لك بابا تعال مستعجل ما تقول لي انت صبوحي انا مستعجل لان اريد ارتاح اريد استقر واخلص من سمير ومشاكله ام رجعت على سمير ترى سمير خوش ولد ما تقول ايش خبلتنا انت قاعد يخالف يا صبوحي ما يخالف خوش ولد بس انا اريد استقر ويرتاح بالي يرتاح بالك لك انت صدق اذا قال عليك ابو المثل ايش قال بوش يلا بعدين إذا كانت الصعوبات في الأيام الماضية فاليوم لك أنباء سارة ويوسف تتحقق الأحلام شنو؟ وسوف تتحقق الأحلام أستاذ سمير ما أدري عم عبد شو تقرأ شي وتشوف شي أنا رد روحة على هذا اللي يكتب الأبراج وأشوف السالفة شنو بمناسبة الأبراج جاء واحد يقرأ برجه لقى ممسوح ما تجوز من جوازك سمير ها مفيدة شو قمتي ما اقدر اتأخر لازم اروح ليش امي تريد تشوفك يا بي هاي شلون شغلة هاي ما عرفت ايش رادت لا بس أنا مو حكيت فيها عليك فقلت أريد أشوفه لازم أشوفه إلا إذا هيك أجي صدق سمير شوك اليوم لا أنا أقول لو ما تروح حتى هواي أحسن لا أقول لك اليوم أجي شنو هواي أحسن يعني تقدر تروح اليوم أجي وش يصير خلي يصير أنت متأكد طبعا متأكد وددو يعني لو تصير بمكان مع عدنان تقبل بسعد اني اصير بمكان ام عدنان تخزع ايدك اني اقول تقابلها لام عدنان وتسالها عن رايها لا هاي حكايه ما معقوله وما تصير هالشكل المفروض ادزلها واحدة من النسوان وهي تسألها عن رأيها اي اما اني فلا مستحيل مفيدة فوتي جوا عندي حكاية ويا سمير بيني وبينه ادري مام الموضوع يخصني ليش ما اسمع شنو المشكلة فوتي جوا سلامة حكايتك تمشي أقول لك يما سمير أي حال أنت تدري أنا ما عندي غير مفيدة اللي طلعت بيها من هاي الدنيا الله يخليها أعرف أنا وأني مثل كل أم تريد مصلحة بيتها وتريد الرجال اللي يحميها ويسعدها أنا عندك خالة أديم ناج أقول لك يما أنت تقدر تفتح بيت يعني الخاطر مفيدة افتح قلعة يلا انا وين احكي وهو وين يحكي ويلي قلتي لي يا يما قصدي انت راح تفتح بيت وتقعد انت ومفيدة بحدكم لو راح تقعد ويا اهلك والله خالة ما ادري يعني اسألهم اشوف يوافقون لا ما ادري لا عدت ما فكرت بينك وبين روحك بالحكاية يا حكاية طلعاتك وروحاتك وجياتك ما فكرت انت رح تضر سمعتك مفيدة سمعتها ليش قابل احنا ده نطلع بالظلمة على بالنور وقدام الناس مع هذا ابني مع هذا
أني بعد المرحوم الله يرحمه أبو مفيدة ما بقى عندنا والي ابني، بقينا ببحدنا، وأنت تعرف هذه الأشياء الضرب سمعت البنية. أدري خالة يعني هي قلقت الشيء؟ لا. لا شنو اللي صار؟ ما صار شيء يمه، ما صار شيء، بس أني ما دام ماكو بينك وبين مفيدة أي ارتباط فهذا ما يرضي الله ورسوله وأني ما أقبل عليه. خالة صدقيني أنا بس تصير ظروف زينة أنا أتقدم لك وأخطبها. يمتى؟ من تصير ظروف زينة؟ يعني يمتى؟ يعني الله كريم من تصير ظروف زينة. لا تشوف أقول لك ابني، أني بعد ما أريدك تشوف مفيدة ولا مفيدة تشوفك. تأمريني خالة. طيب وأنا ما لي رأي بالبيت؟ جن مو قلت تفوت الجوال. وتالي تالي ابني. تالي كيفك خالة؟ لو بس يحالفني الحظ وأتزوج أم عدنان كل شي يقعد بمكانه. وراها أرتاح كل العمر. أم عدنان، آخ أم عدنان. ما شاء الله. الله يحفظك. طيب شوف شوف الخجل ما 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 يا اختياري خبر. ما شاء الله يا سعيد حظ عندي. تفضل استريح. اشكرك عين عدوش بالريحه. الله الله يا ابو سعود. الله يعوضك. قعدوا وين طارت روحه قطيه مجان يا شلون بالله يعني يصعد له او المرض يا جماعه حقي. اني اريد افضل مستقبل.